ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات، المختص في الشأن الإسرائيلي. سيد بشارات، أهلا بك. الأمل إذن بنجاح المفاوضات الجارية لا تزال قائمة، لا سيما مع الحديث عن جولة تفاوضية هنا في قطر، لكن ما هي الآمال بشأن نجاح هذه المفاوضات في ظل ما تسميه حركة حماس يعني العقبات التي يضعها نتنياهو أمامها؟ نعم، التحية لك والمتابعين مشاهدي الكرام. واضح جدا إذا ما أردنا أن نقرأ هذا الجهد أو هذه المسيرة التفاوضية أو هذا الطرح التفاوضي من الرؤية الإسرائيلية، يجب أن ننطلق من مقاربتين أساسيتين ربما تسعى إليهما الآن المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها بما فيها بنيامين نتنياهو والحكومة وحتى المستويات الأمنية والعسكرية. المقاربة الأولى وهي محاولة خفض سقف الثمن الذي يمكن أن يدفع للمقاومة الفلسطينية، بمعنى أن إسرائيل تدرك بشكل كبير جدا وبنيامين نتنياهو وهذه الحكومة أن الذهاب إلى هذه الجولة التفاوضية وإلى هذه الهدنة هو نابع من ورقتين أساسيتين استخدمتهما إسرائيل في هذا التوقيت. ورقة التجويع، وهذه ورقة تعتبر أنها أو تعتبرها أنها ورقة ضاغطة على المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يمكن أن تجعل الثمن الذي تطالب به المقاومة الفلسطينية أمام إنهاء هذه الحالة ثمنا مقبولا ومعتدلا. والأمر الآخر وهي ورقة التلويح في الدخول العسكري إلى منطقة رفح، وبالتالي هذه أيضا من القضايا الضاغطة بشكل أساسي. أما المقاربة الثانية وهي التي يحاول بها أو تحاول من خلالها إسرائيل وبنيامين نتنياهو شخصيا أن يضع الفخاخة في طريق المفاوضات، بمعنى آخر أنه هو يريد أن يقول لجميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية أنني أستجيب لكل هذه المطالب التي قدمت وأنا أتعاطى معها، لكن في نهاية المطاف هناك قد يكون فخاخ في الطريق قد تنفجر في أي لحظة من اللحظات، وبالتالي وكأنه يريد أن يخلي مسؤوليته عنها. ولهذا السبب هو في كل محطة من المحطات يحاول أن يخرج من الصندوق أوراقا جديدة. اليوم بات الحديث عن موضوع إمكانية طرح قضية إبعاد بعض من الأسرى الذين يمكن الإفراج عنهم. في الأمس كان هناك حديث عن موضوع عدم عودة النازحين إلى مناطق الشمال، وبالتالي باعتقاد بنيامين نتنياهو هو ما زال يناور في هذا الإطار، وهو يحاول بشكل أو بآخر أولا أن يخفف الضغط المفروض عليه، وثانيا أن يوهم الجميع أنه هو يسير إلى هذه المفاوضات وبيده أوراق قوة، وأمرا ثالثا هو يريد أن يقول للعالم ككل أنني أتطلع إلى المصالح الدولية، لكن في نهاية المطاف ما زالت المصلحة الإسرائيلية هي في المقدمة، وعلى هذا الأساس هو يرتكز على حكومة يمينية تعزز مطالبه وتعزز هذا الموقف. لكن من الواضح في نفس الوقت أن بنيامين نتنياهو يماطل كما تتهمه حركة حماس والمقاومة بشكل عام في فلسطين. هل الأمر علاقة بالضغط الداخلي الإسرائيلي مع معاودة الإسرائيليين الخروج إلى الشارع والمطالبة برحيله وعقد انتخابات مبكرة؟ نعم، هذه جزئية وهذه قضية تؤرق بنيامين نتنياهو، وهو يدرك بشكل كبير جدا أن ارتفاع الصوت داخل المجتمع الإسرائيلي وبداية التحول من المطالب في موضوع عملية التبادل إلى مطالب سياسية في رحيل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، هذا يشكل حالة إزعاج كبيرة لبنيامين نتنياهو، وهو يعيد له الذاكرة في الاحتجاجات التي شهدها الشارع الإسرائيلي ما قبل 7 أكتوبر، عندما كان هناك محاولة انقلاب على الحالة القضائية في إسرائيل. وبالتالي أنا باعتقادي يعني بنيامين نتنياهو كما قلت هو يريد الهروب من الحالة الداخلية ومن الضغط الداخلي أولا بإيهام المجتمع الإسرائيلي الداخلي أنه ذاهب إلى هذه المفاوضات وأنه يوفد الموفدين إلى هذه المفاوضات، لكنه في ذات الوقت هو يكبل يد المفاوضين والذاهبين إلى طاولة المفاوضات. ودليل ذلك ما تم تسريبه اليوم أنه قام بتوبيخ رئيس الموساد الإسرائيلي كيف أنه استطاع أن
أن يناور أكثر أو أن يفاوض أو كما قال يتنازل عن بعض المطالب في اتفاق أو في اجتماع باريس الثاني، وهذا ربما يعني تسريب هذا المحضر على الرغم من أنه محضر ولقاء سري، يعني هو لا يمكن أن يصل إلى الإعلام، وتسريبه بهذا التوقيت وبهذا الشكل هو يريد أيضا أن يضغط على الوفد المفاوض أو الوفد الإسرائيلي المفاوض، وأن يجعله رهينة التصورات التي يقدمها بنيامين نتنياهو. هذا الأمر أنا باعتقادي هو كما قلت، هو أولا لمحاولة شراء الوقت، وثانيا لإشغال الشارع الإسرائيلي أن هناك مفاوضات. ولكن أنا باعتقادي الشارع الإسرائيلي بات يدرك بشكل كبير جدا أن بنيامين نتنياهو لم يعد محل ثقة ولم يعد محل مصداقية، ولهذا السبب توجه عائلات الأسرى، ما يزيد عن 60 عائلة من عائلات الأسرى بخطاب رسمي إلى الحكومة إلى أن يكون لهم ممثل في هذه المفاوضات، هذا هو دليل على أن عدم الثقة في بنيامين نتنياهو وفي السياسات التي قد تخرج من كابينة الحرب أو الحكومة الإسرائيلية، بالتالي هذا الأمر قد يكون على حساب حياة أبنائهم الأسرى. وبالتالي أنا باعتقادي إذا ما استمر بنيامين نتنياهو في المناورة والمراوغة خلال الأيام القليلة المقبلة، قد يرتفع أو ترتفع حدة الضغط داخل المجتمع الإسرائيلي. ولكن أيضا في المقابل يبقى هناك الموقف الأمريكي والمصالح الأمريكية والرؤية الأمريكية التي تسعى هي الأخرى أن يكون هناك تتويج لهذه المرحلة في أقل تقدير ما قبل رمضان، ولهذا السبب هناك تقاطع ربما ما بين الدافع الإسرائيلي الداخلي وما بين الرؤية الأمريكية، وهما ربما يشكلا الآن يعني الضاغط الأكبر على بنيامين نتنياهو. بالرغم من ذلك سيد بشارات، بني غانتس عضو مجلس الحرب يقول بأن التوصل إلى تفاهم أو اتفاق ربما يأخذ وقتا طويلا، يعني عندما نتحدث عن هذه العبارة وقت طويل، هل هذا يعني بأننا سنتجاوز شهر رمضان ومع كل خصوصيات هذا الشهر، بينما هنالك جهود للتوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان؟ نعم، بني غانتس يبدو أنه أيضا هو الآخر يحاول أن يحافظ على قاعدة اكتسبها منذ بداية الحرب. في بداية الحرب وفي الأيام والشهور الأولى من الحرب كان دائما يتحدث إلى عائلات الأسرى ونزل إلى الشارع وشارك عائلات الأسرى بأحد الوقفات، وكان يقول أن الأولوية الأولى أمام مجلس الحرب إعادة الأسرى، ولكنه الآن ربما هو يذهب بذات السياق الذي يتناغم مع الطرح الذي يقدمه بنيامين نتنياهو في ضرورة الذهاب إلى استمرارية الحرب، لكنه أيضا ما زال يضع إعادة الأسرى كأولوية من هذه الحرب أو كأحد الأهداف الأولوية لهذه الحرب. لكنه في خطابه ربما المتشدد هو يريد أن يحافظ على القاعدة الجماهيرية التي اكتسبها والتي أظهرتها استطلاعات الرأي، أنه هو المتقدم حتى على بنيامين نتنياهو في أي انتخابات مقبلة، وبالتالي هو وكأنه يخاطب الشارع الإسرائيلي والشارع اليميني الذي ما زال خاضعا لذات الهندسة التي انطلقت منها هذه الحرب. هذه الحرب انطلقت من توحيد الصف والشارع الإسرائيلي الداخلي باتجاه دعم قرار الحرب، وما زالت استطلاعات الرأي تدلل على أن المجتمع الإسرائيلي هو مؤيد لاستمرارية الحرب، لكنه في ذات الوقت هو ما زال أيضا يدفع باتجاه ضرورة إعادة الأسرى. وبالتالي لا، هناك مطلبان أساسيان متوازيان بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، استمرارية الحرب وفي ذات الوقت الإفراج عن الأسرى أو إعادة الأسرى. وبالتالي أنا باعتقادي الآن بني غانتس هو يحاول أن يحافظ على قاعدته الجماهيرية من خلال ارتفاع وتيرة خطابه الإعلامي وخطابه الجماهيري، لكنه في ذات الوقت أنا باعتقادي هو أيضا يميل إلى الرؤية الأمريكية، وبالتالي قد يخرج في لحظة معينة ليؤيد المواقف التي قد تتوج على شكل هدنة أو اتفاق في المدى القريب أو في الأيام القليلة المقبلة إن تم تخطي كافة العقبات التي كانت هي موجودة. شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، المختص في شأن الإسرائيلي، حدثنا عبر سكايب من نابلس.